نصير الشرك الطوسي. هذا الرجل المعروف بنصير الدين الطوسي من أكابر علماء الشيعة. هذا الرجل هو الذي أدخل التتار إلى العراق. هذا الرجل كان عميلا عند هولاكو حتى قربه هولاكو منه وجعله وزيرا. هذا الرجل الذي تسبب في قتل آلاف من المسلمين. أوصى هذا العالم الشيعي في آخر حياته أن يكتب على قبره كلب. نعم، لكن الكلب وفي، معروف عنه بالوفاء. أما نصير الشرك الطوسي معروف بالخيانة والغدر. نصير الدين الطوسي من علماء القرن السابع الهجري. وبماذا أوصى نصير الشرك الطوسي في آخر حياته يا غزي؟ لحظات الأخيرة من حياته لما سألوه نأخذك إلى النجف، قال إني أستحي من الكاظمين، من الإمامين. يعني هل هناك عيب في جوارهما حتى أنقل إلى النجف؟ ادفنوني عند البوابة واكتبوا على قبري وكلبهم باسط ذراعيه بالوسط. الحمد لله الذي جعل هؤلاء يتمنون أن يكونوا في آخر حياتهم كلابا عمائم مزيفة.